اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من بوكيمون راديكال ريد راندمايزر نازك تشالنج على قناه بوكيمونيان. انا بروفيسور بيبعم، والنهارده هنكمل رحلتنا في اقليم كانتو، خلاط البوكيمونات الصعب جدا جدا. طبعا قبل ما نبدا حلقتنا بنعمل حاجتين مهمين. اول حاجه، لو عجبكم محتوى فكرة قناتنا ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب، ابقى متشكر جدا لدعمكم علشان تقدروا تساعدونا نوصل ل 2000 مشترك. والحاجه الثانيه طبعا هي ان احنا هنراجع على فرقتنا اللي هي حاليا مكونه من بلاك نايت أراكوينيد، معانا سلطان الزاب سترايكا، هشام البليسي، بن يوسف الروزريد، جليسرير الملقب بمتهان، والإضافة الجديدة جوكر البيج نايت معانا بالتابلتس أوف روين. يعني أنا شايف أنه دي هتبقى إضافة كويسة جدا جدا لفرقتنا. والنهاردة طبعا غير أن احنا عايزين نخلص المركب بتاعة SSN، هنحاول أن احنا نتحدى لوتيننت سيرج المدرب طبعا صاحب الجيم الوسام الثالث النهاردة. ولكن تعالوا نركز على البوكيمونات اللي جاية دي. هيبقى عندنا ليليب، لومينيون، تاتسوجيري، وكرامورانت، ونيدو كوين. فهنحتاج بوكيمونات من النوع الايس تايب. سلطان مرة تانية هيبقى كويس جدا كبداية. ومين كمان ممكن نجيبه؟ والله ممكن نبدأ ببلاك نايت برضو، مش هيبقى وحش قوي. فتعالوا نجرب، ممكن متهان برضو، تعالوا هجرب متهان المرة دي ونخش كده نسمي الله ضد الاثنين المدربين دول. واحدة من الدبل باتلز الإجبارية برضو في المركب دي، زي ما قلت لكم الحلقة اللي فاتت كان عندنا قفلنا بدبل باتل، طبعا راح ضحيتها واحد من بوكيموناتنا المفضلين. ولكن لو فاتتكم الحلقة طبعا ارجعوا شوفوها هتعجبكم قوي. كده كده احنا هنا عايزين نعمل شاك ويف على الكرامورانت، ووراها أفلانش على الليليب. هنشوف هنا الشاك ويف 100% تبقى وان هيت نوك اوت على الكرامورانت. ما اعتقدش ان هو معاه حاجه زي الفوكس ساش، معاه بالفعل فوكس ساش، استغفرك ربي واتوب اليك. ولكن اير سلاش هتضرب على الماتاهون بتاعنا، ما عملتش دامج كبير ولكن هيتلوها الانشنت باور، ودي هتبقى خطيره جدا، هتنزلنا تحت نص الاتش بي بتاعنا، وده معناه ان احنا هنستخدم الباري بتاعتنا ولكن كمان هنفلنش. طيب ايسي ويند ووراها افلانش، المفروض انها تبقى كفايه. ايسي ويند هتعمل دامج كبير على الليليب، وغير انها كمان هتبطئ الليليب عن الماتاهان بتاعنا، وكمان عملنا كريتيكال هيت، فده معناه انه الهجمه اللي جايه 100% هتبقى وان هيت نوك اوت. لسه اسرع مننا، ايه ده؟ واضح ان ماتاهان بطيء جدا، بس ما علينا، تخلصنا من الليليب البايخه جدا دي. كده هيبقى لسه 3 بوكيمونات، 2 من واحد من المدربين وواحد من المدربين التانيين. طبعا ضد النيدو كوين هنا لازم ابدل، ويا ريت كان معايا لسه مبروك البوكيمون الجميل اللي كان معانا الحلقه السابقه وفقدناه للاسف. بس ممكن ننزل ببلاك نايت برضو، وممكن نبدا نعمل حاجه زي الافلانش برضو على النيدو كوين، نحاول نتخلص منها لان انا اعتقد هي دي البوكيمون الاخطر شويه. فادي سكورتشنج سانس بالفعل على بلاك نايت، ووراها دراجون بالس على الماتاهان بتاعنا. دامج كبير شويه ولكن نقدر نتحمله الحمد لله. هنشوف هنا نعمل دامج قد ايه على النيدو كوين، كادت انها تبقى كفايه انها تخلص عليها. طيب في هذه الحاله عايزين لسه نتخلص من النيدو كوين، فنعمل ايتش لايف الاول على التاتسوجيري، ولازم هبدل متاهان هنا علشان اقدر احتفظ بيه. ممكن ننزل بهشام، هشام يعني 2 سبيشال اتاكرز قدامنا، يبقى اكيد ننزل بهشام. ماشي، سكوتشنج سانز مره تانية هتعمل دامج قليل جدا، وراها دراجون بالس برضو المفروض انها تعمل دامج قليل جدا. بليسي زي ما انتم شايفين قويه جدا جدا في تحمل الصدمات والهجمات. ليتش لايف نص اتش بي التاتسوجيري، فاحنا هنا ممكن نعمل ليتش لايف مره تانيه، ووراها تيك داون على النيدو كوين. سلادج الاول هتضرب علينا، اكيد اكيد هتعمل بويزن، الحمد لله ما عملتش بويزن سبحان الله. ولكن بدا الخصم بتاعنا يتوجه بهجماته على الناحيه بتاعه بلاك نايت، ولكن مش مشكله، تخلصنا من نيدو كوين. وادي بيست بوست هتشوفه سبيشال ديفنس هيعلى، ووراها واحده ليتش لايف على التاتسوجيري المفروض انها تخلص عليه برده في بقيه الاتش بي اللي فاضل، ما كانتش كفايه. وهيستخدم الباري بتاعته اللي هي واضح انها فيجي مثلا او سيترس. اوكي طيب، ده مش اخر بوكيمون على فريق الخصم بتاعنا، ولكن ممكن نعمل جرافيتي هنا الاول. رابيد سبين المفروض ما تعملش دامج كبير، السبب ان انا بعمل جرافيتي لان الدور الجاي ممكن احاول اعمل حاجه زي سينج.
انا ناسي بس مين البوكيمون الاخير على فريق الخصم بتاعنا، ولكن هنشوف دلوقتي حالا بعد هزيمة التاتسوجيري هيبقى لومينيون. اوكي ضد اللومينيون ممكن نعمل ليتش لايف عادي جدا، ووراها واحدة سينج علشان لو حبينا فليب تيرن ممكن تعمل دامج كبير لانه ما عملش حاجة خالص. كويس، فادي سينج الاول هتنيم اللومينيون، ووراها واحدة ليتش لايف تخلص على ما اعتقدش انها تخلص عليه قوي يعني بالمعنى، بس هتعمل دامج محترم. اوكي ممكن نعمل كرانش المرة دي او انفستيشن احسن علشان يبقى في ادوار متتالية، ونعمل سوفت بويلد على البوكيمون بتاعنا لانه طبعا اتش بي نزل شوية. هتشوفوا هنا هنسترد تقريبا كل الاتش بي بتاعنا، وراها انفستيشن تبدأ تقلل في الاتش بي بتاع اللومينيون اللي قدامنا بكريتيكال هيت برضو، مش هنقول لأ. واعتقد الباك بايت او الليتش لايف اللي جاي عفوا مع تيك داون هتبقى كفايه جدا. كده كده لومينيون لسه نايم، ونبقى هزمنا المدربين دول. بس يعني طبعا احنا احزاننا مش هتخلص هنا، او صعوباتنا مش هتنتهي مع الناس دي، لسه في عندنا مباراه ضد براندن اظن قبل ما نطلع للقبطان في المركب دي، لان هو ده اللي هيدلنا الاتش ام او الاتش ام اللي احنا عايزينها كات. انا ببص على فريق براندن دلوقتي، هو مكون من لاود ريد لوناتون كرادانت وجرو فايل. مش حاجات صعبه قوي نواجهها الصراحه، نقدر يعني نتحداهم. بس قبل ما نروح في اي حته تعالوا كده نشوف المركب. ما اعتقدش ان في اي ايتمات هنا، الراجل ده مش هيدلنا حاجه، ولا الشاب ده هيدلنا حاجه، ولا المدرب ده هيدلنا حاجه، ولكن يمكن الغرف اللي موجوده هنا يبقى فيها ايتم هنا ولا هنا. تعالوا نبص كده بصه سريعه، ده ما فيهاش حاجه برضو. يعني الغرف فيها مدربين، وانا مش عايز اخش في مباريات ملهاش لازمه، بس هنا في ايتم. تعالوا نشوف الايتم دي ايه. ستار داست، ماشي ممكن نبيعها. انا مش عايز انسى حاجه عشان خاطر سلطان اهو، يعني عشان ما يزعلش مني. بس طيب هنا الاوضه دي هل فيها حاجه؟ ما اعتقدش، لا مفيش حاجه هنا. اوكي مش هروح اكلم الحاج اللي واقف ده، اكيد هيخش في مباراه. اظن فاضل غرفتين نبص عليهم. هنا في تي ام، هنا في تي ام، وهتبقى مستخبيه ورا مباراه من الاثنين، فممكن نعمل بسرعه كده. اوه امبوليون شوك ويف خلصت عليه تمام، وداسكال هيبقى امبوستر. ممكن نعمل فيم تشارج ضده. ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ ما علينا، فليم شارج تاني من ناحيتنا، هنبقى اسرع الحمد لله. انا عارف ان هو يعني خد كل الستاتس بتاعتي، بس مش كده يعني. طيب قبل ما نتحرك طبعا هنعمل بوكي فايل، لان انا خدت بالي الفريق الاتش بي بتاعه نزل شويه. ولا دي قبل اخر غرفه، ما فيهاش حاجه اظن هنا. واخر اوضه هنا برضو ما فيهاش حاجه. فكده قبل براندن نقدر نعمل سيف للعبة بتاعتنا، وانا ما عنديش مشكلة ابدأ بالبوكيمون اللي انا سايبه في مقدمة الفريق سلطان، يعني لغاية دلوقتي اثبت ان هو بوكيمون قوي جدا، ونسمي الله ندخل ضد عم براندن نشوف هيعمل معنا ايه. هينزل باللاودريد واحنا هننزل بسلطان. براندن اللاودريد بتاعك عليه اي هجمات سوبر افكتيف، علينا عليه بريك بريك للأسف، انا دي حاجة فاتتني. طيب في هذه الحالة ممكن نعمل حاجة زي ثاندر ويف، على أساس إن هو ممكن ما يتحركش. فعلا ما تحركش، أوكي كويس قوي. نعمل شوك ويف المرة دي، شوف تعمل دامج قد إيه، أكتر من النص، وده كويس قوي. وشوك ويف كمان مرة هتخلص على اللاودريد. سامحوني لو أنا بستخدم زرار التسريع ده، بس يعني إيه هحاول ما استخدموش كتير. لوناتون هو البوكيمون اللي جاي، وده معناه إن إحنا ممكن ننزل ب بن يوسف، والله مش هيبقى وحش هنا. تعالوا نشوف هيبنوسيس هتضرب علينا الاول من يعني من اول محاوله. طيب طبعا هو هنا نازل بن يوسف على اساس ان هو جوكر. لا 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 ساي شوك، لا بن يوسف لا. كان لازم يعمل هو الهيبنوسيس وتضرب من اول محاوله صح؟ ماشي انا برضو غلطان، انا سايب جوكر في الاخر، فهينزل براندن، هينزل قصدي بن يوسف على ان هو كده فايتنج تايب، وهيستخدم ضدنا الهجمه القويه.
ماشي. باور جيم لو النبي، لو النبي. بلاك نايت لا، بلاك نايت لا، خط احمر. بلاك نايت خط احمر ماشي، سيبهولي بقى ده. ماشي كرودونت هو البوكيمون اللي جاي. انت معاك بيرسوت ولا لا يا عم كرودونت؟ معهوش بيرسوت بس معاه ادابتابيليتي ومعاه ناكف اكوا جيت واتر فال واكسيزور. هو يستخدم ضدنا اكيد ناكف ودي هتعمل دامج كبير قوي. معاه اكوا جيت، احنا شفنا اكوا جيت، معاه اكوا جيت للاسف. طب هعمل ايه ضده ده؟ انا مش عارف. متى هون نحاول متى هون ناكف. اوكي نص الاتش بي بتاعنا. هحاول اعمل دبل كيك. واتر فول دي غالبا هتموت المتا هون. ما موتتوش اوكي. والدبل كيك بتاعتنا برضو مش هتبقى كفايه للاسف. اوكي مش عارف حقيقي اعمل ايه هنا. هو هيعمل واتر فول اكيد. احنا هنخسر بوكيمون تاني شكلنا. هنخسر بوكيمون تاني. احاول انزل ببلاك نايت. هنشوف ناك اوف مش تعمل ايه كل ده. بلاك نايت لا. طيب يعني انا اسف يا جماعه والله مش عارف اقول ايه. كل مباراه نخسر فيها اتنين بوكيمونات. كل مباراه نخسر فيها اتنين بوكيمونات. يعني حاجه تحزن والله. اخر بوكيمون هو جرو فايل طبعا. جراس تايب، وده معناه انه الايسي ويند بتاعتنا المفروض تبقى كفايه. مفروض يعني وريني كده. الحمد لله متشكرين قوي يا عم براندن على القرف اللي انت عملته لنا، بس يعني ما علينا. خسرنا اتنين من بوكيموناتنا تاني. يعني كل مباراه بالمجوس كده نخسر اتنين. ده معناه ان احنا نروح البي سي. او انا شايل هنا طبعا مبروك في البوكس واحد، ده غلط لازم يروح للاسف على الار اي بي. وهينضم له بلاك نايت. هتوحشنا، هنفتقدك، كان معانا بقاله كذا حلقه. ونفس الكلام على بن يوسف. انا اخد منه الاول سيترس باري بس لانه معناش سيترس باريز كتير قوي. بس بجد شكرا 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 بن يوسف، كنت بوكيمون جامد. فادي بارتي بوكيمون هناخد منها بن يوسف. كل جراس تايبس بتاعتنا راحت مننا والله. مش عارف مين عندنا جراس تايب فاضل. هو ما فيش غيره. اعمل ايه درو؟ تعالى يا عم درو. أبلن لسه مش مستعد يعني ينضم للمباريات بتاعتنا. وممكن نحط برضو بوليتود دلوقتي بشكل مؤقت على أساس أنه لسه احنا شفناش برضو البوكيمونات دي لما تتطور الليفلات عالية هيتتعلم هجمات ايه. وحاليا درو وماد عوني هيبقى عليهم الهجمات الاتية. درو الله يتعلم يعني هجمة قوية شوية اللي هي اسمها باتل دانس. مش وحشة بس يعني للأسف هي بتخلي البوكيمون بعد دورين كونفيوزد مرتبك وممكن يضرب نفسه. فهناخد بالنا قوي واحنا بنستخدمها. بس الحقيقه ماد عوني عليه سكالد اسي ويند هيبنوسيس وبارش سونج كلها هجمات عظيمه جدا. فاحنا هندخل على القبطان بتاع المركب لانه هنساعده ان هو يخف من الوعكه الصحيه اللي هو حاسسها. وهيشكرنا على ده ان هو هيدينا اتش ام او 1 كات ونطلع من المركب بسلام علشان نرجع بقى على نسيت اسم المدينة اللي احنا فيها ايه والله نسيت بجد فعلا. بس عموما المفروض اللي احنا علينا نعمله بعد ما نطلع من هنا ان احنا هنروح نواجه طبعا لوتيننت سيرج، احد قادة الحروب في عالم البوكيمون. والله اعلم الله اعلم يعني هنعرف نطلع منه سلام ولا لا، لانه فريق لوتيننت سيرج جامد جدا. انا هطلع الفريق بتاعه دلوقتي هنا على الشاشة عندي وهقول لكم انه فريقه مكون من بينكيرتشن، رايتشو، بيلي بولت، بومات، وميجا مينكتريك. ميجا مينكتريك واحد من البوكيمونات اللي دايما دايما ببهدل منها دايما. وبعدين احنا كمان معناش تقريبا اي بوكيمونات من النوع الجراوند تايب للأسف. فده هيزيد من صعوبة التحدي اللي احنا داخلين عليه. بس ربنا يكرم ان شاء الله ونحاول. فهروح كده اعمل شويه استعدادات وارجع لكم على طول. A few moments later. طيب اليكم التشكيله دلوقتي. طبعا احنا كنا لسه ضايفين بوليتود على الفرقه ولكن شلته على طول لانه ده ووتر تايب قصاد كلها بوكيمونات من الالكتريك تايب. عايزين نغير بس النيتشر على المياوستيك. وهيبقى معانا عليه داسلت لاند زي ما اتفقنا. سايشوك، لايت سكرين، وتشارم. دي هجمات هتساعدنا ان احنا نقلل قوه الهجمات الخصم بتاعنا.
فيك اوت برضو هجمه لطيفه بتشتغل في اول الدور كل مره. ماتا هون علمته بولدوز مكان ستومب, لانه دلوقتي بولدوز هتبقى سوبر افكتيف على البوكيمونات اللي قدامنا, ومش بس هو بيتعلمها كمان بليسي بتتعلمها. فانا حطيت بولدوز مكان تيك داون كانت اظن, وباقي الفرقه زي ما هي مفيش اي تغيير. زودت بس كيوساكس مره تانية لانه معاه مات سلاب, ودي برغم انها هجمه سبيشال ضعيفه جدا الا انها برضو سوبر افكتيف ضد البوكيمونات اللي قدامنا. وانا بحاول اجيب بوكيمونات تستحمل الهجمات الالكتريك تايب على قد ما نقدر. فاحنا هنسمي الله وندخل الجيم الجميل اللطيف ده. ممكن نخلي ماتهان في مقدمه فريقنا على اساس لو اضطرينا ان احنا نعمل اي مباريات لغايه ما نفتح الابواب, لانه المفروض ان احنا زي ما انتم شايفين نخمن بندور على الابواب اللي هي بتتفتح لنا. فدي هتبقى مشكله شويه. افلانش مش هتعمل حاجه طبعا, الراجل ده عنده دفاعات بنت لذينه. روك ثرو مش هتعمل حاجه. روك ثرو افلانش. اوكي افلانش على الاقل المره دي عملت افكت عالي بسبب انه كان هجم علينا جليسترير ضد جليسترير. اوكي هنعمل عليه دبل كيك وهو هيعمل علينا تورمنت. ده معناه ان انا ممكن اعمل بولدوز. اوكي ما كانتش كفايه دبل كيك. يلا دبل كيك سلام. تمام طيب ده مدرب من الاثنين او في ثلاثه في الواقع في الجيم ده, واحد منهم هيبقى اجباري اللي هو واقف عند البوابه ده, ولكن احنا لازم ندور على المفاتيح اللي هي مستخبيه في الزباله القمامه. اوكي بس لحد دلوقتي حظي مش قد كده. هنا طيب هنا مفيش حاجه برضو. طب هنا برضو مفيش حاجه. هنا مفيش حاجه. ده دخلت في مباراه برضو يعني انا عمال بحاول اتفاداه برضو. ايه البيست في وشي. ماشي دبل كيك ووراها افالانش. لا مش هتكفيك الريفلك, مش تعمل معاك حاجه, مش هتلحق. طب ايه فين المفتاح؟ هنا بقى خلاص. طب هنا بقى خلاص. ايه ده احنا كلمنا كل الزباله. يا زباله فين مفتاح زباله؟ One eternity later. واخيرا قدرت الاقي المفتاحين. الحقيقه يعني الموضوع خد مني وقت شويه بس مش مشكله. هنا ضد المدرب اللي جاي ده يعني ممكن نستخدم واحد بوكي فايل بس عشان احتياطي. اظن هو معاه بوكيمون واحد بس. بالفعل وهو الكتباز. اوكي ممكن نختبر هنا قوة البولدوز هتبقى عاملة ازاي برضو. لايت سكرين مش هتعمل حاجة اي حاجة ضدنا. وادي بولدوز وان هيت نوك اوت على الاكتباس, بس ده برضو ليفل 29. احنا فريق عم اسمه ايه لوتنانت سيرج هيبقى كلهم 32 ولغاية 34 يعني قدنا في الليفلات. فانا نعمل سيف. والصراحة قبل يعني قدام لوتنانت سيرج افضل ان انا ابدأ بالمياوستيك ده. فتعالوا نجرب كده نكلم لوتنانت شيرج ونشوف الوسام الثالث هيبقى عامل ازاي معانا. ربنا يستر والله انا خايف جدا. اول بوكيمون معاه هيكون بينكيرتشن زي ما اتفقنا, وداسلت لاند طبعا هتساعد انه هتمنع من اي البوكيمونات او اي من الهجمات المائيه اللي مع البوكيمون ده انها تحصل. فهنبدا الدور بتاعنا بان احنا نعمل عليه فيك اوت الاول. هتعمل دامج بسيط قوي طبعا بس اي دامج مطلوب دلوقتي. والدور اللي جاي ممكن نعمل حاجه زي لايت سكرين. انا مش فاكر هجمات بتاع ده ايه. فولت سويتش سكول ديسشارج اتش بي ايس. فاللايت سكرين هنا هتساعدنا جدا قصاد الديسشارج اللي جايه دي. تعال نشوف هتعمل دامج قد ايه. عامل دامج كبير يعني الى حد ما, ولكن احنا ممكن نرد بحاجه زي الساي شوت بتاعتنا. يعني يا رب تعمل على الاقل مثلا 50%. ده يا لهوي دي ما عادش حاجه خالص, ما عملتش حاجة خالص. اوكي وطبعا احنا دلوقتي paralyzed للأسف, حصل علينا حالة الشلل. طيب ممكن ننزل بكيو ساكس. تعالوا نجرب ننزل بكيو ساكس هنا وهيعمل discharge مرة تانية. مرة دي هي resisted وكمان احنا ورا اللايت سكرين. نحاول نعمل مات سلاب نشوف تعمل دامج قد ايه. اوكي كويس جدا. وراها سكالد. استر يا رب. اوكي ما عملتش دامج كبير الحمد لله. وده معناه ان احنا تبديل الاول لبالي بولت. ماشي بالي بولت يعني طبعا هنشوف الاول انه معاه الباري اللي هي بتاعه الشوكا باري, ودي هتضعف من قوه الهجمات الجراوند تايب, بس برضو دي كانت كريتيكال هيت. وده معناه انه الدامج اللي احنا شفناه اللي حصل عليه ده قليل جدا جدا جدا.
ممكن ننزل بمين في هذه الحالة؟ يعني ننزل بهشام طبعا أعتقد، لأنه هشام أعلى سبيشل ديفنس على الفريق، وبالي بولت هيبقى بيعمل دامج كبير قوي. كمان عمل بارابوليك شارج علينا، وده معناه أنه هو هيسترد من الاتش بي بتاعه. إيه كل الدامج ده؟ إيه كل الدامج ده ليه؟ ده حتى معهوش آيتم بتزود من قوة الهجمات. طيب هنعمل جرافيتي الأول، لأنه الدور الجاي أظن الإلكتريك ترين هيخلص وعمل علينا ثاندر ويف. طيب هنحاول ان احنا نعمل عليه سينج الاول، بارابوليك شارج، هنا نشوف هتعمل دامج قد ايه. اوكي اقل بكتير المره اللي فاتت، سينج بتاعتنا هتضرب الحمد لله، وده معناه ان انا ممكن استغل الفرصه وابدل بقى، انزل بحاجه زي ماتهان وابدا احاول. اوه تبديل برضو لبامت. بامت طبعا الكتريك وفايتنج، وفي هذه الحاله كان مياوستك هو أملي. هو هيستخدم ضربة إلكتريك ده أكيد، عفواً فايتنج ده أكيد. فنحاول ننزل بمياوستك مرة تانية. هادي درين بانش فعلاً، نشوف تعمل دامج قد إيه. عمل دامج كبير قوي، ليه كده؟ ليه كده يا جماعة؟ في إيه؟ طيب هنبدل مرة تانية لدرو، لأنه طبعاً أي درين بانش تاني يعني هبهدلنا. أشوف بس معاه آيس بانش. انا ما اعتقدش ان احنا هنلحق نعمل حاجه في المباراه دي، لا اعتقد. يعني ثاندر بانش زي ما انتم شايفين عمل الدمج كبير جدا جدا. هحاول ان انا اعمل باتل دانس واتمنى انها تخلص عليه في ضربه واحده، بس طبعا هنشوف الاول ايس بانش. استور يا رب. درو راح. طيب ما انا معيش بوكيمونات كويسة، ما عنديش غير ان انا احاول انزل بماتهان هنا. بس يعني انا لست متبشرا بخير، مش مستعد للي هيحصل فيا. هنحاول نعمل عليه بولدوز الاول. درين بانش، يعني ايه كل الدمج ده؟ عشان معاه بانشنج لاف، علشان كده كل الهجمات اللي هي البانشينج موفز او اللكمه بتعمل اظن 10% او 20% زياده. انا ما اعرفش اذا كنا هنبقى بنسبقه ولا لا، بس انا ما عنديش تبديلات، وداعا ماتهان، طيب اعتقد يا جماعه دي نهايه المطاف بالنسبه لنا. يعني بص، عشان بس ابقى صريح معاكم من الآخر كده، أنا هحاول للآخر، بس هو يعني ما أعتقدش، لأن هو يعمل هنا درين بانش تاني. أنا معيش أي هجمات على سلطان، وداعا سلطان. خلاص الباقي كله ضعيف قصاد البوكيمون ده، فأعتقد إنه دي النهاية بجد. أنا آسف جدا يا جماعة، بس أنا حاولت والله. البوكيمون ده معاه هجمات قوية، وإحنا كمان يعني ما توفقناش قوي في الإنكاونترز بتاعتنا، ولكن صمدنا على قد ما نقدر خلال الرحلة، وكنا بنحاول ان احنا نستحمل كل الانكاونترز الصعبة. بس اهو اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بالمحاولة الاولى لرادك الرد، ولكن اطمنوا دي مش المحاولة الاخيرة. 100% هنحاول مرة تانية ضد رادك الرد هنا على القناة، اظن على طول الاسبوع اللي جاي. بس برضه هسيب لكم فرصة في التعليقات تجاوبوني، تقولولي عايزين نعمل محاولة تانية رادك الرد، ولا ننتقل لرام هاك مختلف. أنا برضه ما عنديش مشكلة خالص، ومتلقي ومستعد أستقبل كل اقتراحاتكم. أتمنى أن أنتم تكونوا استمتعتوا بحلقة النهاردة، وأتمنى أن أنا أشوفكم على خير في الحلقة الجديدة على قناة بوكيمونيان. أنا كنت بروفيسور ببعم، خلوا بالكم على نفسكم وسلام.